يوم 2 من شهر مارس سنة 2005 وأثناء إحدى جلسات مجلس النواب الأمريكي، قام أحد الأعضاء الرسميين من وزارة الدفاع بعرض تقرير يتضمن صور لتفجيرين نوويين تم إجراءهم في عامي 1962 و1970 تحت سطح الأرض في السودان. وكانت القوى الانفجارية للتجربة النووية اللي تمت عام 1962 تعادل 104 كيلوطن من مادة TNT، وتسببت في ارتفاع سطح الأرض عن موقع الانفجار بمقدار 90 متر، وأطاحت بنحو 12 مليون طن من التربة في الهواء، ونتج عنها فوهة عمقها 100 متر وقطرها 390 متر، وتسببت في تلوث إشعاعي انتشر على مساحة هائلة. وعلى الفور سادت حالة من الصدمة والغضب الشديد في الحكومة السودانية، وقامت وزارة الخارجية السودانية باستدعاء القائم بالأعمال الأمريكي في السودان يوم 9 مارس سنة 2005. وصرح وزير الخارجية السوداني آنذاك مصطفى عثمان إسماعيل أن السودان يطلب توضيح رسمي وفوري من الحكومة الأمريكية لما ورد في تقرير جلسة الكونغرس عن إجراء تجارب نووية في السودان في عامي 1962 و1970، وأنه في حال تسبب هذه التفجيرات النووية في انتشار إصابة المواطنين السودانيين بمرض السرطان، فإن السودان سوف يتوجه إلى المجتمع الدولي للمطالبة بتعويضات مناسبة للمواطنين السودانيين المتضررين. إلا إن الإدارة الأمريكية ردت على الفور وطمأنت الحكومة السودانية بأن الموضوع مجرد خطأ مطبعي، وأن المكان الذي أجريت فيه التجربتين النوويتين هو منطقة سيدان في ولاية نيفادا الأمريكية وليس دولة السودان. الشيء الغريب ان الخطأ المطبعي ده اتكرر مرتين في التقرير مش مرة واحدة.